جايز، انا روان داش، وفي بعض الناس بيسموني مدمنة القهوة. الناس الطبيعية كلها بتتنفس اكسجين الا انا بتنفس قهوة. اول ما اصحى من النوم بشرب قهوة، قبل ما انام بشرب قهوة، وانا بذاكر بشرب قهوة. وعلشان كده انا النهاردة قررت اني ابقى اول واحدة في العالم تعمل حرفيا اكبر كوباية قهوة في العالم. تخيلوا كده معايا يا جماعة، كوباية قهوة كبيرة جدا مليانة نسكافيه. الله، وهو ده بالضبط اللي هنعمله في فيديو النهاردة. هنسمع مع بعض أكبر كوباية قهوة في العالم. لحظة يا جماعة، قبل ما نروح مع بعض على السوبر ماركت ونجيب كل المكونات اللي هنحتاجها لفيديو النهاردة، بليز 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 جايز اعملوا لايك كبير جدا على الفيديو ده. خلونا نوصل الفيديو ده ل 100,000 لايك. انا عارفة ان هو رقم كبير لكن مش كبير علينا، سو بليز وقفوا الفيديو دلوقتي وانزلوا حالا اعملوا لايك وسبسكرايب علشان نوصل للمليون. ودلوقتي جايز يلا بينا نروح على السوبر ماركت علشان نجيب مع بعض المكونات. بما اني بحاول اصنع اكبر كوباية كوفي في البيت لوحدي حرفيا بدون مساعدة اي حد، فكان لازم اني اصنع الكوباية دي لوحدي من الصفر. وبدأت من هنا رحلة البحث عن اكبر كوباية كوفي في العالم. بعد ساعات كتير واخيرا لقيت الحاجة المناسبة اللي هي حرفيا صندوق زبالة. ريري، ايه اللي هنصنع فيه النهارده اكبر كوبايه كوفي في العالم؟ اكيد كلكم بتسالوا نفسكم دلوقتي سؤال واحد بس، وهو انه روان ازاي ممكن تصنعي كوبايه قهوه كبيره من صندوق زباله؟ هي دي اكبر كوبايه انا لقيتها علشان نصنع النهارده اكبر كوفي في العالم. جايز شايفين حجمها ازاي كبير؟ انا النهارده يا جماعه مش بس هصنع اكبر كوبايه كوفي في العالم، لا انا كمان عايزه اصنع احلى كوبايه كوفي في العالم. فعلشان كده قررت اني ادهنها واديها نيو لوك، وهحط عليها كده زي ما تقولوا التاتش بتاعي، وهدهنها باللون البينك. اوكي يا جماعه، سو جبت الكرتونه دي وهحط جواها الكوبايه علشان لما اجي اصبغها مفيش اي حاجه تانية تتوسخ. ودلوقتي لازم انا اجهز نفسي، فاول حاجه هعملها انه اكيد لازم البس الماسك، وكمان لازم البس اكيد الجلوفز، واخيرا لازم البس النظاره. اوه ماي جاد، انا ايه اللي خلاني اعمل الفيديو ده؟ أجري من الريحة. 6.5 hours later. هاي جايز، أنا دلوقتي قاعدة بشارككم معاناتي في البلكونة. الساعة دلوقتي حرفيا 1 بالليل، والطبقة الأولى من الدهان بتاع الكوباية نشفت، لكن لازم نحط لها طبقة تانية. وخلوني برضو أوريكم شكلها لأنه بجد شكلها يجنن. فدلوقتي اللي هنعمله إن احنا هندهنها كمان مرة، وبعد كده هنستناها تنشف لحد بكرة الصبح. اوكي يا جماعه، سو احنا دلوقتي في اليوم الثاني من تجربه صنع اكبر قهوه في العالم. اوكي جايز، مستعدين تشوفوا؟ او ماي جاد، تارا جايز شوفوا ما احلاها. جايز انتوا شايفين بجد، يعني شايفين اللون، شايفين الحلاوه بتاعت اللون. اي لاف ات، هتوسخ بالميك اب. لحظه جايز، قبل ما تتحمسوا وتفكروا ان كده الكوبايه بتاعتنا بقت جاهزه، عايزه اقول لكم ان انتوا غلطانين، لانه مش معقول ان انا هعمل كوبايه كافي من غير ما احط عليها دي. عايزه اقول لكم ان انا طبعت 2، طبعت اللي باللون الاخضر دي، وطبعت كمان اللي باللون الوردي، فمش عارفه بجد اي واحده احط عليها. دي حلوه قوي، في نفس الوقت برضو دي حلوه. شوفوا ما احلاها جايز، شكلها بجد كانها كوبايه ستاربكس حقيقيه. يعني شوفوا المنظر. لو سمحتوا يا جماعه بليز سيبوني انا والكوبايه بتاعتي لوحدنا شويه. انواع كتير جدا كافي ممكن نعملهم، لكن انا النهارده قررت اني اعمل الايست كافي اللي هي القهوه البارده، لاني حرفيا مدمنه على الايست كافي وتقريبا كده بشربها كل يوم. اوكي يا جماعه، سو عندي هنا دلوقتي زي ما انتم شايفين كل حاجه هحتاجها النهارده علشان اعمل اكبر كميه ايست كافي او قهوه بارده في العالم. اوكي، في الاول هبدا انزل الكافي بتاعتي هنا. اوكي يا جماعه، سو الميه بتاعتي غليت، فدلوقتي هحطها على الكافي. اوه ماي جاد،
شوفوا جايز الكافي ازاي بدأت تتكون. اوكي هنقلبها شوية. واو جايز شكلها يجنن وكمان ريحتها تحفة. او ماي جاد يا جماعة دي بجد اكبر كمية كافي اشوفها في حياتي. شايفين؟ اوكي هنزيد شوية مية. اوكي يا جماعة فعندي هنا اكبر كوباية كافي في العالم ودلوقتي هنبدأ نحط فيها خليط القهوة. طبعا لانه دي ايس كافي فاول حاجة هنبدأ نحطها هي التلج. اوكي سو هنا عندنا التلج جوه ودلوقتي هنحط فوق التلج خليط القهوة اللي عملناه دلوقتي. اوه واو عايزة اقول لكم انه بجد تقيل جدا. اوكي ونبدأ نصب القهوة. اوه ماي جاد. ودلوقتي يا جماعة هنحط الحليب. يلا مستعدين جايز؟ واو عندنا مسبح كافي جوه. واو طبعا انا غرقت نفسي بالكافي. اوه قاعده بترش فوق شيء. واو او ماي جاد اتملت يا جماعه. تخيلوا الكافي شكلها يجنن. واو انتوا شايفين الكميه بتاعت الكافي دي؟ صراحه اكبر كوبايه كافي انا اشوفها في حياتي واكبر كميه كافي كمان. بجد مش قادره استنى لحد ما ادوقها صراحه. كده يا جماعه في حاجه ما فكرتش فيها قبل كده، ازاي هشيل الكافي؟ يعني انا ما عنديش عضلات فاهمين، يعني ما بروحش الجيم ما عنديش عضلات اعمل ايه؟ بسم الله. اوه ماي جاد 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 اوه ماي جاد. جايز مستحيل اقسم بالله مستحيل، يعني تحسوا نفسكم شايلين بني ادم. شكلي هعيش طول حياتي والكافي دي على المكتب بتاعي. اول حاجه هنعملها في المرحله دي انه هنحط الكريمه هنا في الطبق ده، وهبدأ دلوقتي اني اخلط الكريمة. صدمة كبيرة. اوه ماي جاد حرفيا يا جماعة كل حاجة في الأوضة بقى عليها كريمة. اكتر حاجة واجعة قلبي يا جماعة ان انا اللي هنضف كل ده في النهاية. صراحة يا جماعة الجزء اللي كنت بعمل فيه الكريمة بتاعت الكافي ده كان اسوأ جزء في الفيديو كله. الكريمة ما كانتش راضية تظبط ابدا باي طريقة من الطرق، وحرفيا فضلت قاعدة 3 ساعات قاعدة بحاول اعملها. فعلشان كده قررت اني بدل ما استخدم الكريمة السائلة هستخدم الكريمة السبراي. اوكي يا جماعة كل اللي علينا نعمله دلوقتي انه نحط الكريمة فوق الكافي ونكون كده خلصنا التجربة دي. فاينلي يا جماعة اقدر اقول لكم بعد يومين طوال جدا من التصوير والتعب والارهاق والشغل، واخيرا اقدر اقول لكم انه اكبر واحلى كوباية كافي في العالم بقت جاهزة. مستعدين تشوفوا؟ شكل الكوباية دي مقارنة بيا انا يا جماعة بجد عشان تعرفوا قد ايه هي فعلا فعلا عملاقة. صحيح الكريمة اللي عليها ساحت شوية بس برضو ده ما يمنعش ان هي شكلها يجنن. هو ده حجم الستاربكس الطبيعي مقارنة باكبر ستاربكس في العالم اللي عملناه النهاردة مع بعض في البيت. ده حرفيا شكله ديناصور عملاق جنب الكوباية العادية الطبيعية بتاعت ستاربكس. دلوقتي بقى جت لحظة الصراحة وهي اني اجرب اكبر كافي في العالم باطول سترو برضو في العالم. طبعا دي انا اللي صممتها علشان احطها كده واشرب بيها الكافي، سو ربنا يستر وخلونا نجرب. اوه ماي جاد جايز الطعم اقسم بالله ولا اروع، طعمه يجنن. اوكي انا نفسي بجد اني اشرب منها كانها كوباية عادية لكن خايفة انها تتكب كلها فوقي، وحاسة بصراحة ان ده اللي هيحصل. اوه ماي جاد الموضوع بجد صعب. اوه ماي جاد
الخميس وبدل ما اخرج مع اصحابي اني اقعد هنا واشرب الكافي العملاقه دي. انا متاكده 1000000% ان البلان دي احلى من اي بلان ثانيه في العالم. اكيد طبعا كلكم بتسالوا نفسكم دلوقتي سؤال واحد بس، وهو انه يا ترى يا روان هتعملي ايه بكل القهوه دي؟ اول حاجه هعملها بالقهوه دي اني هوزعها على كل اهلي، لانه كل اهلي بيحبوا القهوه زيي بالظبط. اما اكبر كوبايه كوفي في العالم اللي عملتها معاكم النهارده، صراحه عجبني شكلها جدا وتعلقت بيها قوي وحابه اني اخليها ذكرى في الاوضه بتاعتي. وبكده جايز نكون حققنا امنيه حياتي، وهي انه اصنع اكبر واحلى كوبايه قهوه في الحياه. وفعلا اقدر اقول لكم بكل ثقه انه دي اكيد حاجة عملتها في حياتي كلها، وهخليها عندي لاطول فترة من الفترات. بحس ان انا هوريها لولادي في يوم من الايام واقول لهم انه مامتكم عملت اكبر كوباية كافي في الحياة ولونها بينك. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتس، وادوا الفيديو ده لايك كبير جدا جايز، خلونا نوصله لاكبر عدد من اللايكس. وكمان قولوا لي لو انا نجحت في التحدي ده ولا لا. انا الصراحه يعني بحس ان انا نجحت في التحدي، وفعلا دي اكبر كوبايه قهوه انا شخصيا شفتها في حياتي. لو مش حابين تفوتوا ولا فيديو من فيديوهاتي، كل اللي عليكم تعملوه هو سبسكرايب، دوسوا على سبسكرايب علشان كمان عائلتنا توصل للمليون ان شاء الله قريب. بس جايز ثانك يو سو ماتش فور واتشينج، بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. وانا متحمسه جدا 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 لانه شرب كافي كتير ولسه هشرب اكتر. باي جايز.